هل كان حفر قناة السويس السبب المباشر في انقراض حيوانات شبه جزيرة العرب؟ حيوانات كانت رمزاً للبذخ والجاه لكل من امتلكها، رافقت الملوك وذوي السلطة وعرفت بحيوانات العرب حسراً. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. تعتبر شبه الجزيرة العربية أكبر شبه جزيرة في العالم، يبلغ طول ساحلها الغربي 1400 ميل، يمتد من رأس خليج العقبة حتى خليج عدن، أما ساحلها الشرقي فطوله 1500 ميل. عموماً فإن امتدادها يبدأ من بحر العرب جنوباً إلى الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية تقع بين بادية الشام والخليج العربي وبحر عمان والمحيط الهندي والبحر الأحمر غرباً، وإحاطتها بالمياه من كل جانب كان السبب في إطلاق هذا الاسم عليها. لقد كان الاتساع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية أو المملكة السعودية حالياً قد أوجد تنوعاً إحيائياً كبيراً واختلافاً بيولوجياً متفاوتاً بين منطقة وأخرى للحياة الفطرية، ولكن خلال الفترات الزمنية الماضية شهدت الجزيرة العربية تسجيل العديد من حالات الانقراض ولعدد كبير من أنواع الحيوانات التي كانت تعيش على أراضيها. إن ظاهرة الانقراض هي عبارة عن عدم بقاء نوع معين من نوع ما من الحيوانات على قيد الحياة، وعملية اختفائه أو الانقراض الكلي تكون بوفاة آخر حيوان قادر على مواصلة التكاثر داخل تلك الفصيلة بالتحديد. وانقراض الحيوانات من أحد الكوارث الشديدة الانتشار في العالم، وسنتحدث عن أسباب ذلك بعد قليل. في البداية دعونا نتحدث عن هذه الحيوانات. حيوانات عربية انقرضت. أما بالنسبة لأنواع الحيوانات التي انقرضت من الجزيرة العربية فنذكر الأسد العربي والفهد الصياد والنعام العربي والغزال السعودي، وهي من الكائنات الفطرية التي انقرضت تماما من أراضي السعودية حسب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة. والغزال السعودي هو نوع مستقل يحمل هذا المسمى، تم الإعلان عن انقراضه رسميا عام 2008، وإلى اليوم ما زالت هناك جهود للبحث وأمل ضئيل بأن يكتشف وجود بقايا السلالة عند أحد المربين أو في أحد الأماكن النائية، إلى جانب البقرة الوحشية الإفريقية التي كانت تعيش في المنطقة الشمالية، ثم بدأت تنقرض عندما بدأ حفر قناة السويس. وتذكر المصادر أنها كانت موجودة بأعداد كبيرة وقدمت من قارة أفريقيا خلال القرن 19، ثم اختفت تماماً بعد اكتمال حفر السويس. هناك كذلك الأسد العربي الذي تغنى به الشعراء العرب، ولكن منذ 100 عام انقرض من السعودية، وهو حسب العلماء شبيه بالأسد الآسيوي ولكنه أصغر حجماً من باقي فصائل الأسود. النعام العربي هو أيضاً عبارة عن سلالات منقرضة تنتمي إلى فصيلة طيور النعام التي عاشت بالمملكة، ويعرف عنها أنها كانت تعيش في المناطق الرملية والشعاب وعلى حدود المملكة السعودية والأردن والعراق. بدأت في الانقراض في فترة ما بين 1870 إلى 1918، وآخر ما عثر عليه هو العدد الكبير من قشور البيض القديمة للنعام العربي التي تم العثور عليها في رمال الربع الخالي وصحراء النفود وغيرها من الأماكن أثناء التنقيب. الفهد الصياد العربي، وهو حيوان عرف لدى العرب بكونه أسرع الثدييات التي اختفت منذ ما يزيد عن 50 عاماً، ولم يتم حمايته بالرغم من كونه نوع فريد وواحد من الحيوانات المفضلة لدى أصحاب الجاه والسلطة. الحيوانات رمز السلطة لدى العرب. يعتبر الفهد الصياد مثلاً، ونظراً لبنيته ورشاقته العالية، الحيوان المفضل لدى الأمراء والملوك في وقت فارض، حيث كانوا يدربونه ويربونه لاستغلاله في رحلات الصيد لديهم. وتذكر المصادر التاريخية أن أصحاب الجاه حينها كانوا يولون هذا الحيوان أهمية وعناية خاصة، وكان رمزاً للبذخ والسلطة،
حتى أنهم كانوا يخصصون له سانسا ومدربا مختصا لترويضه وتدريبه. ويعود ذلك حسب التفسيرات التاريخية إلى تأثر العرب بالثقافة الفارسية آنذاك. فقبل قرون كانت تربية الحيوانات المفترسة تعتبر علامة على القوة والثراء، خاصة بين الأثرياء والملوك في عصور ما قبل الإسلام وحتى العصور الإسلامية الأولى. تتجلى أهمية تربية هذه الحيوانات في كونها ترمز إلى القدرة على تحمل الظروف البيئية القاسية، وكذلك قوة الشخصية والسيطرة على البراري والصحاري. تربية العرب للحيوانات المفترسة كانت ممارسة تتطلب الكثير من الاهتمام والعناية. كانت هذه الحيوانات تربى في مرابط متخصصة. كذلك التربية تشمل جميع جوانب الحياة اليومية للحيوانات، بدءا من توفير الغذاء الغني والمناسب لها، مرورا بتدريبها على السير والجري والقفز، وصولا إلى العناية الطبية اللازمة للحفاظ على صحتها وقوتها. وكانت هذه الحيوانات تستخدم في مختلف الأغراض، بدءا من الركوب والصيد وصولا إلى الاستخدامات العسكرية والحربية، حيث كانت تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوات العسكرية، وتستخدم في الهجمات والدفاع عن الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الحيوانات تعتبر رمزاً للفخر والشرف، حيث كان يحكى عن أساطير وقصص عن قوة وجمال الخيول والإبل التي تربى بها العرب. وكانت تعتبر تحفة فنية تعرض في المعارض والمهرجانات كعلامة على الثراء والنبل. باختصار، كانت تربية الحيوانات المفترسة من أبرز مظاهر ثقافة العرب قديماً، وكانت تعكس قيماً عميقة من القوة والشرف والجمال، وكانت تعتبر استثماراً استراتيجياً وثقافياً يظهر قدرة الشخص على العناية والسيطرة على الطبيعة. ولكن كيف انقرضت هذه الحيوانات وهي على هذا القدر من الأهمية لدى العرب والملوك على وجه الخصوص؟ وكيف كان الطريق نحو الانقراض؟ وهل أن التغيرات الطبيعية وحدها المسؤولة عن هذه الخسارة لثروة السعودية الحيوانية المميزة؟ وماذا عن المعلومات التي تقول إن حفر قناة السويس كان السبب في انقراض عدد من حيوانات شبه جزيرة العرب؟ ما بعد حفر قناة السويس؟ مما لا شك فيه أن هناك أسباب عدة وعوامل عديدة تقف وراء ظاهرة الانقراض، بما فيها تجزئة البشر للبيئات الحيوانية وانتشار الأمراض والأوبئة والاحتباس الحراري. لكن ماذا عن قناة السويس؟ لقناة السويس تأثيرات متعددة على الحياة البرية في شبه الجزيرة العربية. ورغم أنها لم تكن السبب المباشر في انقراض الحيوانات، إلا أنها قد ساهمت في ذلك. تقع قناة السويس إلى الغرب من شبه جزيرة سيناء، وبداية الحفر فيها كانت عام 1859. إن إنشاء القناة تطلب تغيير مسار المياه وتدفقها في المنطقة، مما أدى إلى تغييرات في الأنهار والبحيرات، وهو ما يؤثر على الموارد المائية وبالتالي الحياة البرية. كذلك بسبب تغيرات التربة والرطوبة، تأثرت النباتات في المنطقة بشكل كبير، مما أثر على قدرة الحيوانات على البقاء والتكيف. ويشير بعض الباحثين إلى أن عملية الحفر للقناة التي امتدت من عام 1859 إلى 1869، خلال هذه المدة قلت هجرة الحيوانات ما بين القارتين، أي من قارة أفريقيا إلى قارة آسيا. وبعدما تم افتتاح القناة انعدم عبور الحيوانات إلى الجزيرة العربية. تقوم المملكة العربية السعودية ببعض من المشاريع التي تهدف من خلالها لحماية الحياة البرية لديها، والعدد القليل من بعض الأنواع العربية المميزة التي ما زالت موجودة بقلة، مثل الوعل النوبي والمها العربية وغيرها. ويتم تشييد محميات للحفاظ عليها، ومن ثم إعادة توزيعها في البرية، علها تعيد بعضاً من زوايا من ثقافة الموروث الشعبي والتاريخي للسعودية.